التوافقات، صنع الوحدة الوطنية، هذا هو الأصل، وهذا دور الساسة السياسي اللي هو ينظرونه أنه الإنسان الكامل. يعني بعد ما يجي الاقتصاد، رجل الاقتصاد ورجل الأمن ورجل الدبلوماسية ورجل الفلاحة والصناعة وكذا، يهزوا للسياسي باش يقرر، بمعنى أنه زعما يكون عنده نظرة أشمل وبروفيزور يشوف القدام بزايد شوية. هذا هو الصعب في تونس، وهذا هو اللي تقيسوا به التجارب اللي حوالينا. يا ندرة قادر باش تصنع توافقات وتوجد حلول، وإلا عندك قدرة درجة أساسية باش تعبر عن الثورية متاعك، لكن تحت التصدعات عمودية في المجتمع ملهاش دواء، إما جهوية وإلا دينية وإلا عرقية وإلا لونية وإلا طبقية، تعمل لها على نحو أنه ما عادش الخلاف في داخل السياسة، في داخل المجلس التأسيسي، في داخل الحكومة حول برامج، لكن كلنا على أرضية تونس مجموعة مشتركات. يعني مسألة الوحدة الوطنية ومسألة الاستقلال ومسألة الحريات والديمقراطية والهوية والعدالة الاجتماعية، هذا كل مسلمات وخلاف من فوق. أنت ترى هذا الطريق أقصر باش نحقق به العدالة والتنمية والآخر إلى غيرك، لا، يولي الخلاف معناها جهة ضد جهة، وإلا فئة ضد فئة، وإلا تدين ضد تدين، وإلا إيديولوجيا ضد إيديولوجيا. التوانسة اللي نشعوا فيه واللي مازال ما استكملوش، واللي احنا كلنا وانتم مسؤولين على حمايته ورعايته تسقوه، هو انهم حاولوا باش يحافظوا على تسويات وتوافقات ويبنوا وعمال يبنوا في ارضيات مشتركه تصبح مسلمات، تصبح غير مطروحه للنقاش، وهكذا دواليب. هذا يا اخواني المشروع الكبير بتاع معنى دوله ديمقراطيه. ما كانش هاي، أما إذا كان أنتم شفتوا الفئات اللي نهار كامل واحد عامل برنامجه الكل هو الحديث على شهيد من دون الشهداء وسبان الآخرين، هذا مش يجيش برنامج، هذا ما يسمعش دولة، ما يسمعش شعب، ما يسمعش حضارة. زرع الأحقاد، بث الكراهية، بث الفرقة، هذا نجم تبدع به ياسر الناس، لكن متى صنع أمة؟ متى صنع دولة؟ الدولة مسؤولين الدولة واجب عليهم، معناها واجب عليهم باش يصنعوا المجتمع، معناها يلزمهم هما المسؤولين قبل غيرهم المثقفين الساسة باش يصنعوا لا كويزيون سوسيال، معناها قبل ما نفكروا في الانتيغراسيون سوسيال، اعطيني ساعة لا كويزيون سوسيال، يعني الناس متعايشة بشكل سلمي. أما إذا تحب تزرع كل النعرات مازالت عندها حظ باش تعاود تجي من جديد. يعني الجهويات لو كان نزرعوا فيها وتلقى تيارات كبيرة تنزرع فيها، معناها انتم تعرفوا الدولة التونسية التقسيم الإداري نتاعها في جانب منه كان في عهد بوركيبة في البداية، معناها في جانب منه قصد الوحدة الوطنية، ولذلك يجي القبائل الكبرى يقسمها في جوز تبدأ في ولايتين، ليه؟ باش يحاول يبني الدولة وما يخليش أنه جهة من الجهات معناها تحت عنوان القبلية والعرشية تولي مشكلة. هم تعاني فيها دول الأخرى على خاطر ما خدمتش الخدمة هذه. عاد مرجوع لكلامه ومقصد الحديث هنا أنه بالنسبة للمسؤولين قدام المولى عز وجل، قدام الدولة وقدام الشعب، وقدام اللي سبقوا والرواد اللي بنوا الدولة هذه، وقدام اللي استشهدوا باش تكون تونس دولة موحدة ديمقراطية محافظة على استقلالها ومحافظة على انسجامها المجتمعي، قبل كل شيء هو صنع المحبة وصنع التوافقات وصنع التسويات في مقابل الأخرى. السيدات الرابط في المركيان، هذا هو الدور الأساسي متاع المسؤول الأول اللي يكون في مستوى الدولة. إذا كان ما يعملش هكا يولي ربما جزء من مجموعة، جزء من العرق، جزء من المشاكل. هذا ينجم حزب يبالغ شوية في الدفاع على روحه، في إبراز خصوصيته، لكن ما يلزمش يوصل باش يولي معناه يجي للمفاصل الضعيفة في البلاد ويزيد يحكم فيها، وهذا اللي ساعات يعملوه البعض. لكن وعي شعبنا وغلبة المسؤولية في داخل مخبنا على الأقل في معنى الدولة والوحدة الوطنية وكذا هو اللي قاعد يجعلنا ننتصر. هذا جزء يا أستاذ ما
من اللي جعلنا ما ردوش ويا جبل ما يهزك ريح. هذا جزء اللي جعل النهضة ما تردش على كل النجوم. النهضة حركة النهضة ما تعيشش ما تتمعشش من نقد الآخرين وإلا من رد على سب الآخرين. حركة النهضة تسعى وتطمح باش تعيش من أنها تنجز والأخرين يحكيوا عليها ويحسبوا لها شأن هذا هو. يعني الإعلام في جانب منه نفسه قاعد يتطور وقاعد تبان فيه تعددية، ولذلك الثمرة متاع الوضع الجديد متاعنا اللي فيه أكثر إلى فريق طوقي، ولازمنا أنكور بليس باش توصل الناس تقتنع اللي يراه والله مش كل واحد قاعد يتكلم صحيح، وراه فيه ما تختار، وراه ثم واحد غلط، وراه مش كل واحد يدعي يجيب عشرة من الناس ويقول نحي الوالي هذا وعين المحمد هذا يرى وش يقبله. هذا لازم كذا وجهد وصبر حتى لين يولي الشعب ما عادش يستجيب. وشفتوا انتم الشعب ترى ما عادش يستجيب الدعوات الغوغاء ودعوات الفوضى وكذا، لا ولي صايح ما عادش يستجيب. يمكن لك ينجم يبدا ماهوش راضي مستسيرك وكذا وعنده عليك ياسر مؤاخذات وكذا، ولكن ما عادش يستجيب لهذه الدعوات اللي تهدد المسيره الوطنيه. هذايا اللي نحن نقولوا عليه اسمه بناء الديمقراطية. كيفاش كومون انكري لا ديموكراسي، كيفاش تصبح عندنا يصبح الشعب نفسه بدرجة وعي ولفظ ورفض للليكسي معناها نقولوا احنا اي معناها للتطرف في كل في الجهتين يولي هذاك هو الضمانة الأساسية. واحنا قاعدين في بالي الشعب قاعد يمشي بخطوات جيدة في هذا. عاد كيف نرجع احنا في المحاسبة عندنا واحدة من المخاوف اللي كانت في بداية الثورة وخاصة الوقت اللي بعد قالوا معناها باش تقيم ثارات والناس باش تنتقل من بعضها وكذا. وقداش هي حجم منها تونس، قداش حجمها، قداش عددها حتى اللي تزيد فيها مئات الالاف مليون في كل كيفاش قالك شعار في كل بيت دمعة ولا وشمعة في كل عائلة أقل حاجة عندنا قريب واحد ولا قريب لها ابتولية سواء كان من تيار الإسلاميين معناها في خلال 20 سنة وإلا من اليسار معناها مع تاريخ طويل وإلا من القوميين وإلا حتى معناها من الناس الليبراليين الأحرار ومن الفنانين والنقابيين وغيره. ما تتحملش بلادنا مجتمعنا ما يتحملش فيه مآسي أخرى، ما يتحملش فيه كثافة مآسي، ولكن المحاسبة جاية. أولا على مستوى الفساد المالي ما تماش حكومة قدها الحكومة متاع العامين اللي فاتوا، الحكومتين متاع العامين اللي فاتوا عملت ملفات متاع فساد وحالتهم للقضاء. احنا دولة ديمقراطية ولينا من نهار اللي عملنا الانتخابات، ثم قانون ثم محاكم ثم ما تنجم تعمل حتى شيء، وأي قرار تاخذ التأسيس يكسروا إذا كانوا مش قانون المحكمة تكسروا هما في داخل التأسيسي. وما ترى التأسيسي معناها مجلس تشريعي وزيد تأسيسي يعني معناها من لا سلطة فوقه، وجدت محكمة وقفتهم ترى قداش أي مش كذا هذا معناها ترى قداش ريتوها محكمة المحكمة الإدارية وكذا قلت لهم هذا غلط بقدر النظر على رأيها اضطر باش يراجع، ومرة ثانية غلط واضطر باش يراجع خاطر في دولة ديمقراطية يشكي فيك حتى المحكمة الدستورية الأوروبية كذا. وبعدين نحن مش الهام انك تنتصر وتتعدل، الهام قداش عملت من وفاق. فعدد الملفات بالالاف، الوزراء اللي خدموا خلال عامين عدوا الاف الملفات وغيرهم ولات المعتمدين متاع الفساد المالي والاداري الى المحاكم، وهي ديبوردي المحاكم القضاء ديبوردي بالملفات هذايا بخلاف هو نفسه اش يحتاج من تطوير واصلاحات ودير فورمات. وعلى فكره في الديمقراطيات راهو معناها اما الشعبيه او الشرعيه الثوريه نتاع معناها شد الناس في الشارع وصفي واعمل ومش عارف ايش وعاشتها بعض شعوب. احنا ثورتنا ما كانت شك ثوره وطنيه سلميه باخف الاضرار، وبعد ذلك دائما باشكال توافقيه ما بين النظام السابق والجديد وكذا وصلنا انتهت باخف الاضرار. ثم طريقتين، يا اما ما ثماش قضاء وما ثماش عدل وما ثماش كذا والناس في الشوارع
ومحكمة شعبية ومش عارف ايش فوري فيد. وهذا على كل حال ما ريناش نتائجه احنا في بعض ولا رينا نتائجه ولا تشجعني ولا تعجبني ولا يسبيه المثال. وإلا باش نتفارع مع الوقت هذا من خلال القضاء، والقضاء دائما الإصلاح نتاعه كيما تشوفوا القضية معنا تاخذ ياسر وقت، هو أكثر المجالات اللي ياخذ وقت باش تصلح باش تعمل فيه لا ريفورم، خاطر عندهم حصلات عندهم ريتم معين إلى آخره. مش كيف ما الأجهزة اللي هي مبنية على الانضباط وعلى القرارات السريعة، ولذلك التغيير باهي بالك بسرعة، ولذلك شفتوا المؤسسات اللي هي مبنية على الانضباط بسرعة حصل فيها تغيير، واللي كان في آخر القائمة في سمعته في الشعب من من من, من هالوزارات هذه ولا رقم اثنين. احنا وزارة الداخلية في اللي سونداج من حيث ثقة المواطنين فيها يعني المؤسسة الأمنية ولت مباشرة بعد الجيش الوطني، ما تم حتى مؤسسات الدولة لا الحكومة ولا التأسيس ولا الرئاسة ولا أي مؤسسة تجي قبل الجيش وإلا تجي قبل المؤسسة الأمنية ولا تلفوق، بينما كانت في الأخر المؤسسات اللي هي تتعالج بالقرار تحدث فيها بسرعة الإصلاحات وتمشي وما زالت تحتاج إصلاح، واللي هي لازمها قوانين وريتم واستئناف وتعقيب وكذا وقوانين تاخذ برشا عدد القضايا بالالاف على مستوى القضاء. هذا في المساد المالي. في الجانب السياسي احنا وخرنا شويه في العداله الانتقاليه، وثم شعور عام وهو شعور تقييم عام وهو تقييم في تقدير صحيح انه على مستوى المحاسبه معناه ثم نقص وثم تاخر يعني في الزمن، لكن املين انه بعد ما وجدنا هالاداه هذه أنه باش يتم المحاسبة والمصارحة ورد الاعتبار في إطار دعم الوحدة الوطنية فالمصارحة. ما عندناش نفسية انتقام وما تتحملش بلادنا نفسية انتقام. صحيح يقولوا بعض الإخوان أنه هذا رجع الناس وباش يرجع الثورة المضادة وكذا، ونتخلص من السؤال حول حكومة الظل إلى آخره. صحيح هذا، لكن لازم تشوفوا خصوصيات الثورة التونسية. الثورة التونسية مش حزب وإلا بطل معناها مع قوة ضاربة حسم طيش الناس كل وجن تصب وبدي سير. الثورة التونسية خرج رئيس وتولى وزير أول سابق. احنا في المرحلة الأولى متاع الثورة كان الوزير متاع بن علي هو اللي وزير أول، كيفاش صار وتواصل الرئيس متاع المجلس الأمة عام كامل حتى الجالسي هو سير مصر المرزوقي بعد الانتخابات. هذه خصوصيات نتاع قولوا كيفاش رضينا وكيفاش، هذيك خصوصيات التونسية. ما كانتش الثورة نتاعنا عنه جبت مجموعة كما تقول أنت حزب وقيادة وكذا مسح الطاولة الكل وشد وبالتالي مشاو قدام وقال الانتخابات نعملها بعد عامين باش نعمل مرحلة انتقالية ثورية وبعد عامين نبدا بالديمقراطية. احنا في وضعية أخرى، ثم يعني ثم توازنات ماهيش حصيلوا كي نحب نقول كل ثورة وعندها خصوصيات، هذا جزء من خصوصيات التونسية بغض النظر على كيفاش تقيموا سلبي، لكن هذا جزء من خصوصيات. وتم قوة نتاع إذاء، قوة نتاع إذاء ونتاع عرقلة ونتاع إفشال كبيرة جدا، ولذلك الإعلام في جانب لا بأس به منه كان ضد الحكومة وضد المنجزات وضد كذا وضد كذا. هذا بشوية بشوية إن شاء الله يتوضح وتقعد الأساسيات. ما عنديش ما يدل على وجود حكومة ظل هكذا منظمة، لكن ثم روبيات في المال، تم روبيات في السياسة، تم روبيات في الإعلام، تم روبيات في كل شيء، كل المجالات اللي بذلك فيها روبيات تنسق تتعاون تتدخل كلها كما نقول قبل احنا عايشين في الأكتاف ناس تنسق مع بعضها. أما حكومة بروبر مونديت هكا يعني تقول أنت واحد يسير فيهم الكل هذا ما عندناش أدلة. تم الأحزاب متفرقة، أي معنى ما أنا نقول لك اللي نعرف ويمكن أن تثق في هذا حتى من حيث المعطيات. كنت في الداخلية وكنت في رأس الحكومة. ثم لوبيات، ثم مجموعات تستفيد من بعض. في كثير من الأحيان يبدأ عندها نقول احنا التقاء موضوعي، يعني كلها في وجهة واحدة. على الأقل كلها مضادة للجهة. فتلقى روحها إذا بالتبعية كأنها مع بعضها. وهذا مازال تأثير كبير، وريت تأثير وأنتم معنا ساعات مؤسسة وقفوها ما عادش تخدم. مؤسسة من أقوى المؤسسات نتاعنا من الناحية الشرعية. كيف معنا حجم الضرر الداخلي والخارجي مغيب، هذا كل انكمبوز هذيك معناها معناها نتعاملوا معاه نعالجوا فيه. ولذلك حقيقه
مش لخيان يبدو فاهمين، ماهوش الطريق يعني كان قدامنا سهل هكا معناها تعدى، هو صراع مريض وباش يستمر، لكن لحد الان الانتصار للثوره والانتصار للديمقراطيه، حركه النهضه اولويتها هي الحريه، تعرف المجتمعه المشرده في دمها في عظامها في البرد اللي خلاته في المنافي والسجون، تعرف ان الاسلام والعروبه والعلم والثقافة والتقدم والازدهار الاقتصادي هو مع الحرية وينجح في الحرية، في غيره ما فهمش. ولذلك المشروع نتاعنا، المشروع نتاعنا لتونس هو تكريس الحرية. قالت الأستاذة قبيلة حتى لسان حالها يقول أعطيني الفوضى نتاع الحرية وما تعطيش الآلام والبلاءات نتاع الاستبداد. الماكسيموم نتاع الحرية، حتى الإسلام، حتى الحضارة الإسلامية والعرب ما معناها ما الزهر وما ولوا وسادة العالم كان وقت اللي تسود عندهم الحرية زيادة على العدل. ولذلك موضوع الحرية، موضوع الحقوق، موضوع فتح المجال قدام طاقات البلاد، هي البلاد مش باش يقودوها معناها قدام ديما ناس معناها تمرمدوا وناس تقول ربما معناها برش حوايج ما جربوا، باش يقودوها أولادها لوقت اللي وقت اللي تتأسس وتتحط على السكة وتوصل إن شاء الله وصلنا برس نقطة لا عودة إلى الوراء متاع الاستبداد، يولوا أحسن أولادها اللي قادين في أحسن الجامعات وتعدوا بأحسن المؤسسات وخذوا أحسن التجارب، هم اللي يقودوها مش يقعدوا يقودوا فيها، هذوما اللي يقودوا في المرحلة هذه في جانب منهم أيضا مناضلين لأنهم يفارقوا في قضايا كما يفارقها أي واحد تكنوقراط أو كما يقولون خبير، ويفارقوا في تيار متاع كيفاش تنتصر الثورة على من هم إما يحنوا إلى الماضي وإلا لاعتبارات حزبية أو إيديولوجية ضيقة يرجعوا تاني، مع العلم أن الحرية عمال تفعل فعلها في اللي تتصورهم كل قوى مضادة للثورة، برشا منهم قاعد يولي يقتنع. هذاك علاش احنا وقت اللي نحكيه على التجمعين ولا الحزبيين الساقين كل هذو كل مواطنين توانسة ومعاه، وكيف ما واحد قاعد يغير في الواقع هو نفسه قاعد يتغير ويتفاعل ويراجع ويولي ماشي القدام، يولي يشوف مصير بلاده في دولة حرة ديمقراطية، مستقبلهم أفضل ومستقبله هو أفضل والناس دورها تتغير. ولذلك بلادنا عمال تقطع معاه مش فقط في مستوى الدستور كما كانت حل المسألة بل وكذلك في مستوى الواقع، عمال تقطع مع إمكانية العودة إلى الاستبداد، وهذا أهم مكسب مع مأسسته مع التعود عليه مع ضبطه بالقوانين. احنا دورنا في حركة النهضة وسؤاسنا، وانا نجم نجاوب حتى معناها بنيابة عن حركة النهضة، فهم؟ اذا ما طرش معنا برنامج حركة النهضة الاول هو حماية الحرية في البلاد ومأسستها والتقدم فيها، اثنين مؤازرة هذه الحكومة وكل مؤسسات الدولة ما دامت متمسكة بالأهداف الأساسية بتاع الثورة على رأسها الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية وبناء تونس الجديد. ثلاثة أنها تقيم وتجمع روحها شوية وتحضر برامجها الداخلية والسياسية إن شاء الله باش تنجح وتساهم في إنجاح الانتخابات الجاية، وكذلك باش تساهم في إنجاح المجلس الوطني التأسيسي في كثير من القوانين. المجلس الوطني التأسيسي اللي هو